معانا على التليفون للحديث بشكل أعمق أستاذ محمد كارم الخبير السياحي. صباح الخير على حضرتك. يا فندم صباح الخير على الأستاذ المشاهدين. يعني ويارا بتحكي لنا هذا الخبر وبتفاصيله الحلوة ومرسى علم، كان في كلام على أن في إقبال كبير جدا على السفاري الجبلية في مرسى علم مع ارتفاع الحرارة، بتشوف ده إزاي وبتشوف أهمية فكرة السفاري في مرسى علم في التوقيت ده إزاي؟ طبعا الجست لما بيجي لمرسى علم بيكتشف الطبيعة الصحراوية وبيبقى نفسه يشوف كل حاجة موجودة في مصر وفي مرسى علم بالتحديد. فطبعا بيقوم بلحظات ما بتتعوضش، يعني بيحصل ركوب جيت سكي الصبح، بعد كده بيشوف في الصحراء الكثبان الرملية الجمال، فكل ده بيسجل لحظات مميزة بالنسبة لي. وسائل الجذب بشكل عام اللي بيتميز بيها مرسى علم ايه يا استاذ محمد؟ المالديف المصري او المالديف في الشرق الاوسط، مرسى علم والعالمين. ده اهم شيء، الطبيعه، الاهتمام ب ان كل الاماكن اللي موجوده في مرسى علم حتى الان هي مناطق بكر، سواء سياحه بحريه، سياحه جبليه، أماكن شعب مرجانية، فكل ده لسه بكر. يعني بالحديث بهذه الطاقة الحلوة وإن إحنا عندنا أماكن لسه بكر لسه بيعاد اكتشافها من أول وجديد في ظل الترويج السياحي اللي بيحصل من الدولة المصرية لكل المقاصد السياحية المصرية في كل ربوع مصر، إيه الرسالة اللي تحب توجهها لزيادة الترويج، للتركيز على فكرة الترويج لهذه المقاصد وهذه الأماكن؟ طبعا يعني احنا الحمد لله مصر فيها كل اشكال وانماط القطاع السياحي اللي يتم استهدافه في 26 محافظه، كل محافظه متميزه عن الاخرى بعده عوامل سياحيه. خلال طبعا الفتره اللي فاتت احنا في رصد كل حركه سياحيه كنا بنعتمد على جزء معين من السياحه او بلدان معينه من السياحه. الحمد لله يمكن اشرتم في بدايه البرنامج تدفق الحركة السياحية من كذا دولة، من بلجيكا، من أسبانيا، من البرتغال، فكل دوت بيساعد بشكل كبير جدا على تدفق الحركة السياحية، وإن الناس كلها بتكون سفراء لمصر، كل جست بيجي بياخد لحظات حلوة في مصر، فده بيبقى بالنسبة لنا ده سفير لمصر. أستاذ محمد كارم الخبير السياحي بشكرك على وجودك معانا، وهنتابع بقى تفاصيل أكتر، ولسه الصيف أوله والسياحة في مصر تشهد حالة من الرواج بشكل كبير جدا من كل أنحاء العالم. مصر بتقول لهم أهلا بيكم، نورتنا وصباح الخير على حضرتك.